السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم الصمون بطريقة تحفة. الصمون اللي هو الفينو او الكايزر المدور بطريقة جميلة جدا. هعمله معايا كوب السمسم وهوريكم ازاي تخلوا لونه جميل جدا، وسر ان السمسم ما يقعش ويبقى ثابت وجميل جدا عليه ومحمص. هنعرف الطريقة خطوة بخطوة وهتعجبكم جدا ان شاء الله. واسيبكم مع الفيديو، ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب وتدوسوا او تضغطوا اللايك اللي هو تحت الفيديو عشان الفيديو ينتشر ويوصل لكل العالم. واذا كانت عجبتكم الطريقه والفكره نفذوها، وهنتظر منكم كومنت عليها. هنبتدي نعمله دلوقتي مع بعض. طبعا ده هنحتاج له زي ما قلنا، هنحتاج مثلا نص كيلو طحين. هحتاج على نص كيلو طحين، وانتي بقى كتري المقدار زي ما انا ما اتعودنا مع بعض ان انا اقول المقدار بتاعي وانتي اللي هتعمليه سوي الدبل، تمام؟ انا هعمل نص كيلو طحين، هحتاج عليه معلقتين حليب بودر، هحتاج عليه 3 معالق كبار سكر عادي خشن، هحتاج عليه كوبايه حليب دافي، يعني مش كوبايه كامله، كوبايه الا كده، وزيت شويه حوالي ربع كوبايه كده صغيره، وهحتاج طبعا سمسم اللي هو اساس النهارده المعجنات بتاعتنا، وهحتاج معلقه بيكنج باودر صغيره ومعلقه كبيره خميره بما يعادل كيس كده، كيس خميره، تمام. وهحط وهحط معلقتين كبار روب، تمام يا حبايبي. وهحتاج طبعا ايه بقى السر اللي هيخليها عندنا لونها جميل ومحمصه وشكلها روعه والسمسم يمسك فيها وتبقى جميله جدا؟ هحط دبس التمر، تمام. دبس التمر هو بيبقى البرطمانات اللي كده اللي هو ده، شوفوا دوت اللي احنا بنحط فيه التمر، عارفين؟ او مع الهرده، بناكله مع الهرده، روعه. اذا ما عندكيش دبس تمر عادي حطي بديل ليه فلفل، لا اله الا الله، عسل اسود، تمام. هنا انا عندي دوت ده، هحط عليه شويه ميه صغيرين اهو، حطيت عليه حوالي فنجان ميه، وهفضل ادوب فيه واخليه هنا عندي على الجنب، يفضل يدوب مع نفسه على جنب. وهحط هنا في البوله بتاعتي حبايبي كوبايه الحليب، بسم الله الرحمن الرحيم، كوبايه الحليب الدافي، وهحط عليها، شوفوا اهي كوبايه الحليب اللي حطيتها، احط زيت كده شويه كده، مش كتير، مش اكتر من كده، تمام. انا مش هحط بيضه، مش هحط بيضه في الصمون بقى في المعجنات دي، فهحط مكانها ايه؟ هحط مكان البيضه معلقه كده كبيره، شايفين؟ روب، لان ما اعرفش انا علبه الروب عندكم هتكون ايه، اللي هو الزبادي، تمام. فما اعرفش مقدارها هيكون قد ايه. وهحط معلقتين حليب الباودر، وهحط شويه مش كتير، حوالي معلقه صغنونه خميره، فتحته ببقي انا غبيه، وهحط السكر بس كده، وهدور كل المكونات دي مع بعض. تبداي تاخدي الطحين بتاعك، انا ده طبعا كيلو او كيلو زياده، يعني انا علبتي دي بتاخد كيلو بالظبط، تمام. هبدا اخد نصها، تمام كده، اللي هو يبقى كيلو، سوري، يبقى نص كيلو، لان انا المقدار اللي انا عاملاه مقدار ايدي مقدار نص كيلو، على حسب بقى انت نوع طحينك. انا بستعمل اللي هو المطاحن صراحه، يعني بحبه قوي 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 في العالم. وطبعا تستمر بالعجن سواء بالعجانه او بايدك عادي، وبعد ما تعجنيه وتلاقي العجينه متجمعه معاكي كويس تغطيها وسيبيها ترتاح. دلوقتي انا هعمل معاكم عشان عاوزه احشي منها جزء بجبنه مطبوخه. جبنه مطبوخه هعملها ازاي؟ هحط معلقه كبيره جبن فيدا، بس احط شويه ميه الاول او شويه حليب في بتاع صغننه كده، اي حاجه كده صغيره، حتى ولو طاسه اي حاجه يعني. وهنزل فيها الجبنه. I'm so sorry، كترت. وبعد ما نزلت الميه، نزلت قصدي حطيت الجبن، هحط عليه معلقه كبيره حليب باودر. ودلوقتي هقطع قطعه جبن شيدر اي نوع عندك وتضيفيها معاهم وتخليها تدوب. هنا حبايبي خلاص اهيت،
خلاص حطيت الجبن وساحت معاها وقلبناها كويس قوي لغايه ما اندمجت معاها. هقلبها هنا في طبق علشان تهدى خالص وتبقى متماسكه شويه علشان نقدر نحشي بيها الصمون. بس هخليها بقى تهدى شويه 5 دقايق ونبدا ان احنا نشكل، سواء كانت على اللي هي بتاع الخشب او اي حاجه عندك. وهحطك معاكي السمسم، وهحتاج العسل اللي احنا حطيناه اسود او الدبس التمر اللي قلنا عليه مع شويه ميه، دبس التمر ده مره ثانيه. وهتحطي هتخليه جنبك، وعندك اهي شوفوا ما شاء الله، شوفوا الله اكبر عليها بقت عامله ازاي العجينه. هنبدا بقى ان احنا ناخد هنا، وعندي ديت اللي انا هرص فيها او اي حاجه ترصي فيها زي ما تحبي، هتحطي فيها نقطه زيت او نقطه زبده زي ما تحبي طبعا، وهتخليها على جنب. احط هنا شويه طحين كده واخد من العجينه الجميله بتاعتي دي، شايفين ما شاء الله عليها، شوفوا كتير 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 روعه. وابدأي افردي بقى بايدك او افرديها بالدي زي ما بتحبي، اسمها ايه نشابه. وهنفرد كده، فديها 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 طبقه رفيعه خالص. انا العجينه بسم الله ما شاء الله عشان مرتاحه كويس قوي زي ما انتم شايفين كده، بتتفرد معايا بمنتهى الجمال. تمام، انا فردتها شويه على شكل كده مربع، هبدا ان انا اقصها 2 اوريكم. بس شوفوا الرفع اللي انا عاوزاه ده، الحجم ده. تمام، هبدا اركن دي شويه، وعندي دي هنا كده برضو اظبطها. تمام كده، هبدا اعمل ايه؟ هتبداي لو عاوزه تحشيها جبن احشيها، عاوزه تخليه صمون ساده خليه. احنا هنعمل طبعا كذا حاجه مع بعض، فانا هوريكم دلوقتي هنعمل ايه. هي كده شايفين يا حبايبي بقت عامله ازاي. هتبداي ان انت تلفي كده رول ضيق قوي 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 قوي. تمام كده حبايبي، ومن هنا هبدا ان انا اقطع من هنا واقطع من هنا، واخدها كده اقفلها كويس من هنا خالص، تقفليها بحيث ان ما تبقاش مفتوحه. تمام، وتضغطي هنا كده برضو تقفليها كويس، ومن هنا برضو تضغطي قفليها كويس جدا. بقت معاكي متقفله. تمام، هتحتاجي طبعا بقى طبق نضفيه نشفيه كويس، وهتحطي فيه السمسم بتاعك، وعندي هنا قدامي العسل او الدبس. خليني اركب شويه كده، الدبس او العسل الاسود قلنا اللي هو ما عندهمش الدبس. وهتاخدي واحده واحده كده وتنزلي فيها هنا تبليها. تمام، بعد ما بتبليها كده تاخديها تحطيها في السمسم. تمام، بقت معاكي كده، شوفوا جمالها، شايفين واضحه كده، شايفين شكلها جميل ازاي. يلا ونرص هنا. يلا هعمل معاكم واحده تانية كمان محشيه، افرديها برضو كويس قوي، وابدأي قصي شكل مربع، شيلي كل الزيادات كل الزيادات كده. وبرضو هنحشي مثلا مثلا دي هنقطع منها طعم، حطي هنا كده برضو شوفي. وهنا بقى اللي هتحشيها تقفلي كده، شايفه تقفليها من الجنبين، وابدأي ان انت لفي، وانت بتلفي اتنين كده. تمام، وانت بتلفي اتنين، هتسيح دي في الفرن فما تطلعش منك بره. تمام، وهكذا، واقفلي كده لين تخلصيها خالص. ومن هنا حبيبه قلبي كده بسم الله تقفليها كويس قوي قوي، وهتاخديها تعملي فيها ايه؟ هتنزليها في الدبس مع الميه. تمام كده، وهتاخديها على السمسم. ترسيها سمسم كده وترصي، طبعا هنرص شويه متباعد لان ما شاء الله هينفش دلوقتي، هتشوفوا هينفش ازاي. ناخد تاني
بص ونشيل ده يتخمر، وهتفردي برضو نفس الطريقة نفس. طبعا هنا برضو فردناها، بس هنحشي دلوقتي الجبنة المطبوخة اللي احنا عملناها اهي. شوفوا لما سيبناها هي ديت هنخفي ده، بص شكلها جميل وريحتها تحفة 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 تحفة. هتبدأي ان انت تحطي هنا من الجبن المطبوخة كده، واقفلي عليها من هنا ومن هنا ولفي عليها كده. دي بقى قفلي كويس قوي عشان ما تسحش منك كده. عارفين دي بتبقى دي بقى عامله ازاي؟ شفتوا بالمطاحن في اللي هو الصمون كده بيتباع في باكيتس، في باكيت مكتوب عليه مطاحن وجبن مطبوخه، بيبقى عامل زيه بالظبط ونفس الطعم، بس اللي بيختلف ان احنا عاملينه بالسمسم الكتير كده، والطعم خطير بجد. دي طعمها خطيره قوي قوي قوي، دي انا بعشقها. وبرده هنزلها هنا في العسل او الدبس وعلى السمسم. شوفوا حبايبي ما شاء الله. يلا انا هكمل كله بالشكل ده. طبعا في الحشوات وحشيها الحشوه اللي بتحبيها، ما ترتبطوش بالحشوه اللي انا عاملاها. ممكن تخلوا صمون ساده خالص عشان تستهلكوه زي ما انتوا حابين في اي حشوه انتوا تحبوها. هنا كمان حبيت اوريكم برضو تقدروا تعملوا كايزر، تدوريها وتلميها من تحت كده زي ما انتوا شايفين وانا بعمل، وبعد كده تاخديها وبرضو تحطيها تغمسيها في العسل او الدبس التمر، وبعد كده تشيليها منه تغمسيها في السمسم، وبعدين تحطيها في الصينية بتاعتك. طلعت من الفرن يا حبايبي، شايفين شكلها خطيرة خطيرة. بصوا خطيرة خطيرة خطيرة. يلا هنطلعها في طبق ورسموها. المهم ان انا وصلت لكم الطريقة الناجحة اللي تخلي السمسم، بصوا بصوا كحاتي مش هيطلع، لازق ازاي فيها وماسك ازاي فيها. بصوا ما شاء الله ماسك فيها ازاي وفي نفس الوقت طرية. دي سر نجاح المعجنات بالسمسم او الصمون اللي بالسمسم، الورفينو بالسمسم، تمام. بصوا حبايبي انا عايزة اوريها لكم ازاي طرية. شوفوا لازم اختبرها. اوكي ماما جاية، شايفين جمالها؟ عايزه افتحها معاكم اوريها لكم. شايفين ايه رايكم في جمالها؟ خطيره. بصوا البيضه من جوه روعه جدا جدا جدا. وده شكل الكايزر اللي عملناه بالسمسم برضو، شوفوا ما شاء الله عليه، خطير 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 بجد. يا رب تكون عجبتكم الوصفه. وطبعا عاملين المحشي جبن، خلينا نشوف برضو. بصوا شايفين بجد. يا رب يا رب تكون الوصفة وصلتكم صح وعجبتكم، وأكون بقدم لكم كل ما هو جديد. بس بالنهاية أنا متعودة معاكم على الثقة، ومتعودة معاكم إن أنا أكون يعني من بدأت القناة. أنا طبعا محدش ليه حاجة عندي ولا حاجة، بس أنا تقديرا ليكم وإن أنا مقدرش أخدعكم في حاجة، في حاجة بس غلطت أنا فيها فلازم أقولها لكم عشان محدش يغلط فيها. شايفين؟ ما نحطش السمسم على مكان اللي إحنا قفلنا منه، نحط السمسم على المكان اللي من الظهر، المكان اللي احنا قفلنا منه قفلناها منه ما تحطوش عليه. بصوا نفشت ازاي وفتحت منها السمسم، تمام. بس كده حبايب قلبي. هو بصوا في كذا واحده كنت عامله كده ما اتفتحتش، بس الامان خليكم كده، نقفلها من تحت ونحط السمسم من فوق العسل. ويا رب تكون عجبتكم الوصفه. ما تنسونيش سبسكرايب ولايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله.